يقول السائل: نحن شباب أتينا من دولة إسلامية لأداء العمرة، وكنا في بلادنا قد صمنا يوما قبل المملكة، وسنبقى في هذه البلاد إلى اليوم الخامس من شهر شوال. فإذا صامت هذه البلاد 30 يوما، فهل نصوم معهم أو نفطر، علما بأن بلادنا صامت على الحساب الفلكي وليس على الرؤية البصرية؟ الواجب على المسلم أن يصوم مع المسلمين ويفطر مع المسلمين. حكمكم حكم البلد الذي أنتم فيه، فتصومون مع هذه البلاد إذا جاء العيد أو آخر الشهر وأنتم فيها، حكمكم حكم أهلها، تصومون معهم وتفطرون معهم. قوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، فطركم يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. فيكون المسلم مع المسلمين ولا يخالفهم،